أسبوع جديد يبدأ لتتجدد لقاءاتنا مع حضراتكم، لقاء يتجدد في كل يوم من السبت إلى الثلاثاء ومصر في يوم. أسعد الله مساءكم. في هذا المساء نتوقف عند أبرز أخباره، ومن بينها: الرئاسة ترفض مقترحات الأحزاب بالطعن على قرارات العليا للانتخابات وتقر تحصينها. والإدارية العليا تقضي بعدم أحقية جامعة زويل في أراضي جامعة النيل. وبالصورة مرصد التعديات على مجرى نهر النيل في حلوان، ونتساءل من ينقذ النهر. وسنحاول أيضاً أن نفهم في هذه الحلقة مغزى تحركات تنظيم الإخوان المسلمين الدولي في إفريقيا وعلى الساحة الدولية، إلى أين تسير هذه التحركات؟ ولقاء مع الأستاذ كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الخمسين. مشاهدينا، أدعوكم للمشاركة بالمشاهدة بالطبع وفي التعليق وبطرح الأسئلة والتعليقات على صفحاتنا التفاعلية على فيسبوك وتويتر. في الوقت اللي الدولة كلها بتسخر مفترض إمكانياتها أو يفترض بها أن تفعل ذلك، والذي نحاسبها في بين وقت وآخر على تقصير أو نقص هنا وهناك في هذا الملف، في الوقت الذي نتحدث فيه على أننا على أبواب مجاعة مائية، إنجاز أن نطلق عليها ذلك، أو نقص في الماء أو شح في الموارد المائية، في الوقت اللي بتتحدث فيه وزارة الموارد المائية أننا على أعتاب الفقر المائي، وأن حصة الفرد في مصر من المياه الصالحة للشرب قلت بنسبة 1% هذا العام، في الوقت الذي نلوم فيه أطراف دولية ونتحدث عن مؤامرات، في الوقت الذي نتهم دول أخرى بتحدينا وبمحاولة قطع المية عننا، وأننا بنحاول أن احنا بتحاول أنها تؤثر على الحياة في مصر، هل نحن أبرياء تماما؟ هل نتعامل مع هذا النهر بالتبجيل الذي يليق بنهر كان أحد ما يقسم به المصري القديم عندما يبعث بحسب ما كان يعتقد أنه لم يلوث النهر؟ بالإضافة للمشاكل المزمنة الخاصة بتلوث النيل، فإن مشاكل التعديات على النهر برغم كل هذه التحديات لم تتوقف. كيف يمكن للدولة المصرية أن تدعي أنها تواجه التعديات الخارجية على نهر النيل ومحاولة حرماننا منه، في الوقت اللي هي غير قادرة حتى اللحظة على التصدي على التعديات التي تتم جهارا نهارا؟ ناس بتجيب بلدوزرات بتردم مجرى النهر وبتبني تبني أماكن عشش، ورش، عمارات، كل ذلك في مجرى النهر الذي نضيقه بأنفسنا قبل أن يضيق علينا. كاميرا مصر في يوم رصدت بعض هذه التعديات في حلوان وحاولت أن تفهم. نشاهد. حالات تقدر بالآلاف من التعديات على نهر النيل تتم في نحو 17 محافظة، هذا ما أكدته إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية، أبرزها ما يحدث في منطقة حدائق حلوان في غيبة وتجاهل تام من الجهات التنفيذية. اللي بيحصل في حلوان ده نموذج مصغر للي بيحصل للنيل في مصر من اسكندرية لأسوان. النيل في مصر كله بيتم التعدي عليه، في مصيبة وفي كارثة كبيرة جدا جدا، والحكومة إن ما كانتش هتزيل هذه المخالفات دي هتبقى وصمة عار في 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 وش الحكومة، أي حكومة. أهالي المنطقة والعاملون فيها أعلنوا رفضهم لما يحدث من ردم متعمد لمياه النيل، ساخرين من صراعات الدول على المياه في حين يتم ردم النهر ولا يتحرك أحد. كل يوم تلقي في تعديات ومحدش بيجي حتى يتصرف يوقف حتى الناس، هم نيجوا بس بعد ما يبنوا ويعملوا يقولوا في تعديات. طب من الأول المفروض يكون في رقابة صارمة
على التعديات دي، تمام، يكون فيه غرامات، يكون فيه قانون ويتنفذ. أما الجهات الحكومية فتؤكد أن التعديات على نهر النيل من أهم الملفات أمام وزير الري، ورغم إزالة الأجهزة الأمنية بعض هذه التعديات في عدد من المحافظات فإن الأزمة تبقى قائمة، سواء بالردم والبناء أو بإلقاء المخلفات، وهو أمر خطير يعكس عدم تقدير الكثيرين لقيمة المياه. إيمان الحويزي، قناة دريم. المصري القديم كان يعرف أنه سيعاقب عقاب صارم على الأقل من الآلهة التي كان يعتقد فيها لولوث نهر النيل، لكن المصري الحديث يبدو أنه أمن العقاب تماما، فجاب بلدوزر وجاب طمي وجاب رمل وجاب أسمنت وردم نهر النيل. فمن الذي عليه أن يحمي النهر من تعديات بمخلفات متعلقة بإلقاء مخلفات زراعية وصناعية وملوثات للبيئة في النهر الذي نشرب منه والذي نشكو من أنه مهدد؟ هل هي النعمة التي لم نصنها وبالتالي عندما نهدد بزوالها نبدأ أن نشعر بقيمتها؟ هل بالفعل إحنا شعرنا بقيمة نهر النيل؟ سؤال سيظل مطروح، الملف مطروح ليس فقط أمام وزارة الري اللي هي المسؤول الأول عن نهر النيل، أو من المفترض أنها وزارة يدخل هذا حماية النهر وصيانته والمحافظة عليه في إطار اختصاصاتها، لكنه مطروح أيضا أمام وزارات أخرى عليها أن توقف هذا العمل سواء في المحافظة أو في الجهاز الإداري للدولة. لكن دعونا نبدأ الأول من مسؤولية وزارة الري، ومعي عبر الهاتف المهندس خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري. دكتور خالد، أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور، الوزارة تعلم وبتقر بعدد التعديات الموجودة في 17 محافظة على نهر النيل، لكن التعديات لا تزال مستمرة، مين المفروض ان هو يتصدى ليها ومين الجهة المفترض انها تمنع هذه التعديات؟ شوفي، اللي بيتصدى لها اذا كنت اتكلم بشكل واقعي المجتمع كله، كل مصر يكون يتصدى لموضوع التعديات، لكن المسؤولية القانونية هنا ثلاث اطراف. اولا طرف وزاره الري اللي مسؤوليتها بتحاكم عليها تحرر المحضر للمخالفه، لابد ان احنا نبرره قانونا. نمر اثنين في مرحله الادانه، في الحاله دي بيشترك مع وزاره الري شرطه المسطحات او اقسام الشرطه العاديه لو في مجاري المياه الصغيره على النيل الرئيسي، زي النهارده اللي احنا عملناه النهارده، نزلنا ادانه كبيره جدا في العلاطر، كان معانا شرطه المسطحات. بنجيب في الحاله دي طبعا بتحصل اعتبارات دراسه امنيه للمنطقه. النهارده احنا اجلنا موقعين فيهم مخالفات، عايز اقول لحضرتك عشان احنا شايفين في الصور اللي احنا رصدناها بلدوزرات في النهار جايه وبتلقي وبتردم، ويعني امنه تماما ومفيش اي حد بيتصدى لها، يعني قبل ما يحصل امره. اتفضل. انا اقول لسيادتك، لا ما هو التصدي لها مش ساعه ناس بتكون بتعمل موضوع الردم ده، لان ده يحصل احتكاكات. يعني لو مهندس، احنا عندنا مهندس طبعا مسكين لما حاول بس ينفذ ازاله في المنوفيه ده راجل ضرب مسكين، لابد من وجود الامن عشان حمايه المنطقه وتامينها. من الامن ما يبقاش المهندس لا حول ولا قوه، عنده حفاره وعنده عربيه. لكن عايز اقول لسيادتك ان الردم اي جزء فيه ردم هيتشال، وان محاوله فرض الامر الواقع او تغيير الواقع لن تستمر، خصوصا ان احنا ماشيين في ازاله بمنتهى القوه. يوم الخميس ازلنا ازاله كبيره جدا قدام مسكينه، وكانت الازاله دي في منطقه قيمتها السوقيه 15 مليون جنيه، كانت حاطيها على الثوره عقاب ده. والنهارده ازلنا ازالتين كبار في العناصر، واحنا كل يوم موجودين في حته بنزيل فيها. لكن طبعا انا عايز افهم من حضرتك دلوقتي المكان اللي تم ردمه عشان يتردم جوه النهر، حضرتك الخبير فبالتالي قول لنا، بيتم القاء قدر كبير جدا من الخرسانه في داخل مجرى النهر عشان تبقى ارض صلبه وممكن ان احنا نبني عليها او نحط عليها حاجه، ايه اللي بيسببه ده المجرى النهر، وازاي حاجه تقدر تشيله بعد كده من غير ما يكون في ضرر يصعب التعامل معاه حصل فعلا؟ لا مع حضرتك، اول ما بيبدا بان طبعا ما بتمشي فيه ليله، هو بيبدا بيفكر اول ما بيجينا الاختيار ان بدات موضوع البناء بنبدا نتحرك على طول، تتحرر المحضر له على طول. وبعدين المحاضر دي اللي هو التوقيت اللي بتاخده هو توقيت الدراسه الامنيه اللي بنلقى عشان ننزل نشيله. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هناك تعديات في المعادي قرب حكمان، منطقه بتتجاوز اكثر من 8 اسئله، وكان كل المنطقه السكنيه هناك بتشتكي من هذا الرجل.
لكن هو كان عنده جزء مقنن وجزء غير مقنن. ما بقى له اكتر من 10 سنين تم تحرير المحاضر وهيتم ازاله التعديات. يعني ايه جزء مقنن يا فندم؟ هل في اي نص في القانون يبيح لاي شخص ان هو يردم جزء من النهر؟ لا لا لا، كان جزء هو متأجره من الحكومه كتأجير استخدامه كمشتل او كده، لكن هو راح تعدى على جزء اخر وضمه له وعمل عليه تلاجم من البوليس ياتيك عليه. طب اشكال التعديات يا فندم، هل هي كلها بإلقاء الخرسانه جوه النهر ولا في اشكال تانية حضرتك ممكن تقدر تقولها لنا؟ لا، هي بالاساس الردم بعد ما يبدا يتجه اتجاهات اخرى، يا اما يقبل كازينو يعمل مكان الناس تقعد فيه تشرب فيه حاجه، ممكن يبدا يعمل اساسات لمنشا، لكن هو البدايه اللي ابتدى في اتباعه خلينا نكمل هو موضوع الردم. يعني اي حد ممكن يقدر يعملها، حتى لو بيعمل مشتل او بيعمل قهوه صغيره على النيل عنده القدره ان هو يجيب عربيه اسمنت ويصب جوه نهر النيل؟ لا 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 طبعا، لا طبعا، انا ما قلتليش عنده القدره، انا بقول لك احنا بنعرف الاخطار بدايه ما يبدا موضوع الرد. واي حاجه انا هقول لحضرتك ومن خلال البرنامج بتاعك، اي حد بيشوف جزء بيترمي فيه يا ريت يبلغنا. انا بقول لو انا عايزين كلنا نكون اعين ان احنا بنحرس نهر يبلغنا. يا فندم النهارده المفروض ان هو يوم المياه العالمي، وهو اليوم اللي احنا بنفقد فيه قدر كبير جدا من المياه في مصر عن نتيجة أسباب كثيرة بعضها خارج الوطن، ففي اللي داخل الوطن هل هنقدر نقول إن في عقوبة معينة ممكن حضرتك تعلنها، طريقة معينة للتواصل لو أي مواطن رأى تعدي ما على نهر النيل يقدر إن هو يبلغ حضراتكم بيها؟ طبعا طبعا، أولا إحنا عندنا الصفحة الرسمية دي على الفيسبوك، كل عندنا جماهير كتيرة ومتابعين كتير بتخدوها، عندنا رقم ممكن ندير لحضرتك، أي حد شايف فيه تعدي يبلغنا بيه. يشوف في تعدي بس عارف ان هو ما يستخدمش، كان الناس تعمل مكايه بعضها، لكن لو حد شايف في تعدي على اي نهر ماء يبلغنا بيه. قلت النمره ممكن اديها لحضرتك 3 5 4 4 9 4 9 7. مره كمان يا فندم، اي حد عنده 3 5 4 4 9 4 9 7 دي النمره فينا في الوزاره، يبقى الاعلام المائي يبلغنا عن اي تعدي، واي حد عنده شكوى يستطيع يوم السبت يجي يقابل الوزير شخصيا. انا بتكلم دلوقتي مكاني ما زلت، ووزير الري ما زال في مكتبه بيقابل المنتفعين واصحاب مظالم واصحاب حاجات، يعني احنا بابنا مفتوح، اللي عنده حاجه يجي يحب يشرفنا يوم السبت في اي وقت يجي. عقوبه التعدي على نهر النيل ايه يا فندم في القانون؟ أفندم؟ عقوبة التعدي وردم أجزاء من النهر في القانون يعني إيه؟ ما تبقى حضرتك بتثير الشكوك دلوقتي، بتثير الشكوك. القانون اللي بيحكمنا في نهر النيل بيعود ل 30 سنة ماضية، من سنة 84، تمام؟ فالقانون قديم، وبالتالي العقوبات مش رادعة. هي غرامة. على كده. الغرامة لا، ده هو الحكاية كلها بسيطة جدا، يعني إحنا الحكاية إن إحنا بنكلفه مصاريف إدارية حوالي 2% 5% اللي جاي من العمل ده وبيجرب. فطبعا العقوبة قديمة نتيجة القانون من زمان، ودي حاجات مستحدثة. إحنا محتاجين مجلس تشريعي يكون موجود بسرعة عشان نعدل القانون، إحنا قدمنا كتير جدا بس كل ما بيحصل ظروف في المجلس مش مديته، فبالتالي ما كانش بيعتمد القانون. يعني إحنا محتاجين أول حاجة لتعديل تشريعي لتغليظ هذه العقوبة، يعني ربما نستعير من أسلافنا ونغلظ العقوبة باعتبار أنها جريمة كبرى أو خطيئة كبرى ينبغي التعامل معها من هذا المنطلق. أنا بشكر حضرتك، بشكر الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري، رصدنا هذه التعديات في يوم المياه العالمي الذي نفقد فيه الكثير من رصيدنا من المياه، والجميع يساهم في هذه الجريمة. إلى خبر آخر، نعود مرة تانية إلى السياسة ومستحقاتها، نعود إلى الاستحقاقات المتعلقة بخارطة الطريق بعد اعتراض الكثير من القوى السياسية على المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. النهاردة رسميا الرئاسة حسمت هذا الجدل بأنها رفضت كل اقتراحات الأحزاب في خطاب رسمي أرسلته لهذه الأحزاب التي طالبت بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وبالسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. مستشار رئيس الجمهورية الدستوري المستشار علي عوض قال إنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. قال إن الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن هذا التحصين له سند الدستوري. كيف ستستقبل الأحزاب السياسية هذا القرار؟ معي عبر الهاتف الأستاذ طارق سند، سكرتير عام حزب الوفد. أستاذ طارق أهلا بحضرتك. طارق سباق أهلا وسهلا. أستاذ طارق، طارق الشباب سكرتير عام مساعد الوفد. اهلا وسهلا يا فندم. لو نعرف موقف حزب الوفد من هذا الرد على قانون انتخابات الرئاسه اللي وصل من الرئاسه ليكم النهارده. شوف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو مش وصل لينا، ووصل تحديدا لخمس احزاب يمثلون التيار الشعبي والاشتراكي. والوفد لم يكن،
الوفد والتجمع المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار، يعني دي أشهر الأحزاب اللي هي ما شاركتش في هذه المذكرة التي أرسلت إلى مؤسسة الرئاسة. فالنهاردة احنا ما نقدرش نيجي نقول ان الاحزاب المصرية، لا، ده 5 من 90 حزب عندي النهاردة في مصر بيمارسوا عمل سياسي. يعني حضراتكم لم يكن لديكم اعتراض في حزب الوفد على هذا القانون؟ لا، ما كانش لينا احنا اعتراضات لسبب بسيط، ان هذا التحصيل كان موجود عندما اجريت الانتخابات في عهد الرئيس المعزول. فبالتالي من باب اولى وانا في مرحلة انتقالية والبلد بتمر بظروف صعبة في كافة الاتجاهات ومحتاج ان انا انجز خريطة الطريق، لماذا النهاردة ان يجي ممثلي الاحزاب الاشتراكية والتيار الشعبي تحديدا يتقدموا بهذه المذكرة ويتكلموا في موضوع التحصين، ولماذا مرشح اخر اعلن انسحابه بيعلل انسحابه بمادة التحصين؟ طب ده انت من الاصل بتتكلم هنا عن الاستاذ خالد علي. يعني انت من الاصل ما جبتش 25,000 توكيل عشان يتقال ان انت مرشح وبعدين تيجي تعلن انسحابك. طب حضرتك يعني استاذ طارق، حضرتك مش ما عندكوش مخاوف في حزب الوفد ان هذا التحصين يترتب عليه انسحابات من سباق الرئاسه؟ وحضرتك تعلم ان السيد حمدين صباحي كان قد لوح في وقت سابق انه قد ينسحب او انه بيعيد تقييم موقفه بناء على هذا النص. انا ما اعتقدش ان السيد حمدين صباحي سينسحب، ده دي رؤيتي الشخصيه، ان السيد حمدين صباحي اعتقد هيكمل معركته الانتخابيه للاخر، لأن مادة التحصين ليس فيها الضرر البالغ، وخاصة أن هذا الأمر عرض على المحكمة الدستورية أو الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وهي التي أقرت هذه المادة. وبالتالي أنتم في حزب الوفد تقروا هذه المادة كما هي وليست لديكم اعتراضات عليها؟ لا، ما لديناش عليها اعتراض. على كل الأحوال شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ طارق سباق سكرتير عام حزب الوفد، شكرا جزيلا لحضرتك، وبانتظار أن نستمع إلى ردود أفعال الخمس أحزاب التي أشار إليها الأستاذ طارق، وهي التي الأحزاب الاشتراكية وأحزاب التحالف التي أرسلت هذه المذكرة للرئاسة. النهاردة كمان كان في حسم قانوني في مسألة أخرى ظلت متداولة منذ عدة سنوات. حضراتكم تتذكروا طبعا هذا الجدل القانوني اللي أخذ أبعد حتى من القانون المتعلق بأحقية جامعة أحمد زويل في جامعة النيل. القصة بدأت بتخصيص بعض الأراضي لجامعة النيل أو لجامعة زويل في داخل منشآت جامعة النيل رأت أنها منشآتها. طلاب جامعة النيل قالوا أن جامعة زويل منعتهم من الدراسة ومن الدخول، حصلوا على حكم قضائي لم ينفذ. النهاردة الإدارية العليا حسمت هذا النزاع حسما نهائيا وحكمت بأن أراضي جامعة النيل تعود لجامعة النيل، وقالت إن الأسباب اللي دفع بها محامو الدكتور أحمد زويل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه والذي قضت به المحكمة بوقت سابق بحق جامعة النيل تضمن وقائع طرحت في المحكمة قبل إصدارها، وبالتالي ما فيش حاجة جديدة تدعو لإيقاف هذا الحكم. معي الأستاذ الدكتور رفيق الجندي عضو المكتب التنفيذي أو المجلس التنفيذي لجامعة النيل. دكتور أهلا بحضرتك. دكتور أهلا وسهلا. أيوه أهلا بحضرتك. أولاً عايزين نعرف هل هذا الحكم في رأيكم يضع نهاية لهذا المسلسل لو جاز نحن نطلق عليه كذلك، واللي استمر فترة طويلة وكان فيها احتجاجات لطلاب جامعة النيل وعدم تمكين ليهم من مباني كليتهم أو جامعتهم؟ تمام. هو الحقيقة احنا نأمل طبعاً فعلاً أنه يكون ده آخر المسلسل، لأنه اللي حصل أنه بعد الثورة على طول كان صدر بعض القرارات المغلوطة اللي من خلالها اتسحبت أصول جامعة النيل، وده اللي صدر حكم بوقف هذه القرارات في أبريل السنة اللي فاتت أبريل 2012، على أساس أنه من وقتها إحنا كنا افتكرنا المسلسل ده انتهى ونقدر نستعيد تاني الأرض والمباني اللي هي من حق جامعة النيل، إنما اللي حصل أنه الجهة الأخرى مدينة زويل قاموا بالاستشكال، قالوا انه صحيح الحكم اللي صدر في ابريل ده يعني واجب النفاذ، انما احنا ما نقدرش ننفذ وانه عندنا ظروف تمنع التنفيذ، وقدموا عملوا استشكال علشان يعطلوا يوقفوا التنفيذ. والحقيقة المسلسل الاخراني ده اللي هو من ابريل السنة اللي فاتت لغاية النهاردة، يعني 11 شهر، كان في كذا حلقة في المسلسل ده، لأنه اتعرض الاستشكال على الدائرة اللي المفروض هي اللي تحكم، وقام المحامي بتاع زويل رد القاضي رد المحكمة، فقامت راحت
واخذت كذا شهر تروح لدائره اخرى، وفي الدائره الاخرى مقرروا انه لا. لكن هذا الحكم مفترض انه حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، حكم غير قابل للطعن عليه واجب النفاذ. واللي حصل الحمد لله يعني النهارده انه كل الاستشكالات اللي تقدمت تم رفضها، فبالتالي يعود الحكم اللي صدر في ابريل 2013 هو الحكم الواجب النفاذ. ابقى معي دكتور رفيق. معي على الجانب الاخر الاستاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي لجامعه زويل. استاذ شريف، لو نعرف تعليق حضراتكم على الحكم، وهل يعني ذلك ان انتم هتقوموا بتنفيذ هذا الحكم وهتسلموا مباني جامعه النيل او القضية بحقيتها لجامعه النيل للجامعه؟ استاذه منى، انا يعني بحيي حضرتك ومشاهديك الكرام. شكرا جزيلا. والحقيقه انه انا لا اعلق على احكام القضاء، يعني بغض النظر عن قبولي او رفضي لهذا الحكم، في طرق قانونيه زي ما تعلمي بنتخذها. بس هل انتهت هذه الطرق القانونيه؟ الحكم ده واجب النفاذ ومفترض انه غير قابل للطعن عليه. استاذه منى، لو اذنتي لي في عجاله، في غياب معلومات كبير جدا في هذا الامر، وهو بيتمثل في انه هذا الحكم هو في الشق العاجل. الشق الموضوعي ما زال منظور امام الاداريه العليا، فانا اوضح بس للدكتور رفيق ولكل المشاهدين انه لسه جوله طويله امام محكمه القضاء الاداري ثم الاداريه العليا للنظر في الموضوع، لانه الشق العاجل زي ما حضرتك بتعرفي ناس بتروح ارجوك الحقنا احكم من ظاهر الاوراق، ادلنا الولاد قاعدين في الشارع واحنا مش في مكان. فالامر كان يعني في اعتبارات لراي عام وما الى ذلك. طب هل معنى كده ان انتوا دلوقتي هتسلموا مباني الجامعه لحين الفصل في الشق؟ اطلاقا اطلاقا يا فندم، لان احنا لا نملك هذه المباني حتى نسلمها. هذه المباني يا استاذه منى هي ملك الدوله المصريه ولدافع الضرائب، ملك لوزاره الاتصالات وصندوق تطوير التعليم، مش ملك جامعه النيل. جامعه النيل جامعه خاصه، عدد طلابها 40 طالب الان بموجب جواب من وزاره التعليم العالي قدم للمحكمه، وبالتالي لا يمكن ابدا اعطاء هذه الارض والمباني الى جامعه خاصه. صحيح المحكمه اهابت برئيس الجمهوريه بتحويلهم الى جامعه اهليه ولم يتم ذلك، وحتى يتم تحويلهم الى جامعه اهليه ينبغي انه حضرتك والساده المشاهدين تعرفوا انه محكمه استئناف الجيزه في نوفمبر الماضي اصدرت حكم باحقيه مدينه زويل في الاراضي والمباني اللي بتشغلها، لانه احنا اصبح عندنا. طب بعيدا عن الجدل القانوني يا استاذ شريف فؤاد، يعني بعض الناس يعني الناس كلها يمتلك الدكتور احمد زويل رصيد كبير من التقدير عند كل الناس، واعتقد ان من بينهم كمان طلبه جامعه النيل، فالبعض لم يرتاح لفكره ان هو يتردد اسمه في نزاع قانوني بهذا الشكل وعلى مباني جامعه قانونيه، وقالوا ان الدكتور زويل يعني بما له من نفوذ واسم ورصيد كبير عند الناس وعند الدوله المصريه يمكنه ان يجد الكثير من البدائل بدلا من هذا الصراع القانوني يعني الذي لا يليق باسمه. اؤيدك واحييك على هذا السؤال، والحقيقه ان الدكتور زويل لم يلجا الى المحاكم اطلاقا. الدكتور زويل تم اختصامه ورفع عليه بدل القضيه 22 قضيه يا استاذه منى، وطبيعي جدا ان هو يبعث اصدقائه ومحامينه للدفاع ولتوضيح الصوره، ده رقم واحد. رقم اثنين، مدينه زويل لم تصل على جامعه النيل ولم تكن ابدا طرف في الاضرار بها. جامعه النيل نظرا لانها جامعه خاصه وكان هناك رغبه في اعطاء ارض ومباني لها مملوكه للدوله، عندما قامت الثوره قدم عدد كبير من البلاغات وراحت جامعه النيل عن طيب خاطر مجلس امنائها كله تنازل عن حق الانتفاع لهذه الارض. السيد احمد شفيق قبل هذا التنازل بموجب محضر المباحث نيابه الاموال العامه، واعيدت الارض والمباني التي لم تدخلها جامعه النيل ولم تعمل فيها في فبراير سنه 2011، ثم في نوفمبر 2011 يعني بعد 10 شهور يا استاذه منى اعيد تخصيص هذه الارض لجامعه لمدينه زويل من الدكتور عصام شرف. فاين بقى الدكتور زويل؟ انا مش عايزه ادخل في تفاصيل كثيره ممكن انها تحتاج الى حلقه مستقله، اتمنى ان حضرتك تشرفني فيها، الدكتور رفيق كمان يكون موجود معانا، لكن انا عايزه ارجع للدكتور رفيق. ابقى معي استاذ شريف، عايزه ارجع للدكتور رفيق واستمع الى تعليقه على ما جاء في كلام حضرتك فيما يتعلق بان النزاع القانوني لا زال مستمر وانه لم يحسم تماما الليله. والحقيقه ايوه، احنا خدنا حكم في الشق المستعجل وده واجب النفاذ، يعني لو استاذ شريف فؤاد فاهم اكتر من القانونيين في مصر انا اعتقد هو ينفع قاضي كويس لو حابب يروح يشتغل. طب لا يعني خلينا يا فندم يعني نعرف نفهم اكتر ايه اللي بيحصل على الارض، انتوا هتستلموا الجامعه وهتبداوا تشتغلوا فيها باعتبار ان ده الشق المستعجل. اللي بيحصل على الارض حضرتك انه كل الكلام اللي قاله استاذ شريف فؤاد ده قالوه بدل مره 10 قدام القضاء، والقضاء رفعه كله لانه كله مش حقيقي. التنازل اللي بيقول عليه شريف فؤاد ده مش مظبوط. الجامعه جامعه اهليه مش جامعه خاصه، فهو يعني ممكن يقول نفس الكلام ده كتير، انما انا بقول لحضرتك ده اللي اتقال قدام القضاء، وممكن نرجع للحكم لانه تناول كل النقط دي. هو عنده حق انه فعلا مش جامعه زويل هي اللي هتنفذ، لانه ده رئيس الوزراء هو اللي هينفذ، لانه دي احكام اداريه من الاداره العليا بتلزم الحكومه، والحكومه لازم تنفذ. والحكم بيقول انه كل القرارات اللي سحبت اصول جامعه النيل دي تقف من ايام احمد شفيق وبعده، دي كلها تقف. الحاجات القرارات اللي صدرت لمدينه زويل من محاكم اخرى
المحكمه الاداريه العليا بتقول انه لا دي ما لهاش وقع خالص، لانه خلاص اصل الحق موجود في هذا الحكم. طيب يعني حضرتك اثبتت بعض ما لديك من نقاط، وكذلك الاستاذ شريف فؤاد في جدل مستمر بقاله اكثر من سنوات، ما كنا نريد ان نفهمه الليله هو مغزى هذا الحكم وطريقه تنفيذه. ما اجتمعتم عليه ان ده حكم مستعجل وفي اجزاء ربما تكون من النزاع بصرف النظر عن وجهتي النظر التي اتمنى انها يكون في مجال اوسع ممكن حضراتكم تشرفونا فيه في الاستوديو، ونحاول ان احنا نفهم وجهات النظر المختلفه ان كان قد بقي ما يقال في هذه القضيه. انا بشكر الدكتور رفيق جندي عضو مكتب المجلس التنفيذي لجامعه النيل، بشكر كذلك الاستاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي لجامعه زويل. ومشاهدينا النهاردة وزارة التضامن الاجتماعي عملت احتفالية كرمت فيها الأمهات المثاليات في دار الأوبرا، كنا هناك وشهدنا على هذا الاحتفال. نشاهد احتفال بالأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم حفلا لتكريمهن على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. احنا اللي فرحانين بوجود الناس هنا عشان النهاردة بنحتفل بعيد الأسرة، وبنحاول ان احنا نكرم ونحيي بعض الرموز من السيدات والأمهات المصريات، ونشكرهم على رعايتهم لأولادهم وعلى حرصهم على تعليم أولادهم وانهم يطلعوا للمجتمع شباب بيخدم مجتمعه، فاحنا اللي بنشكرهم واحنا اللي سعداء بيهم. احساس جميل والشعور جميل، والاول كل امهات مصر وهم بخير، وكل ام فقدت ابنها شهيد ربنا يصبرها، واقول لها ابنك في الجنه ان شاء الله. كل ام مصريه في نظري بتراعي ربنا في بيتها وفي اولادها وفي عملها وفي وطنها، بتعتبر مثالية. النهاردة يوم عيد ويوم فرح لكل مصر ولكل شعب مصر، وكل قلب حلو مليان بالخير والحق والجمال. لم يقتصر التكريم على الأمهات المثاليات فحسب، بل شمل أيضا أمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة والأب المثالي، وأما حصل ابنها على إحدى البطولات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكرمت والدة الشهيد مينا دانيال. والله أنا اللي يسعدني أكتر لا يسعدني تكريم ولا يسعدني الكلام ده كله ولا ليه لازم أصلا. اللي يسعدني إن مصر تكون زي ما مينا حلم بيها والشهداء حلموا بيها. ربيت ولاد أخويا وعلمتهم تعليم كويس والحمد لله رب العالمين، وولادي برضو تعلموا تعليم كويس واشتغلوا والحمد لله رب العالمين، وأنا سعيد النهاردة بالتكريم. طبعا أنا في قمة السعادة، ودي بعتبرها تكريم من ربنا، وأنا ما كنتش يعني متوقعها، لأن أولادي هم اللي قاموا بالمبادرة دي، فكانت مفاجأة جميلة ليا وأنا أدين لهم بالفضل. جاء هذا الاحتفال ضمن فعاليات عيد الأسرة الذي يوافق 22 من مارس من كل عام. وأشكركم جميعا على ما قدمتوه لبلدكم وفي رعايتكم لأولادكم ولأسركم من خلال عملكم وحبكم للبلد. وعلى وقع الحوافر، سباق من نوع مختلف في قلب شوارع القاهرة نرصده لحضراتكم بعد هذه الوقفة القصيرة، ابقوا معنا.